السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحة والعافية. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم شانل الابتسام، فدائما في ايكيا، ولكن اليوم نزلت لكم كل طويبلات ديال التلفاز او ليبون تي في وحتى الخزانات الكبار اللي كتجي فيهم التلفاز، وبالامكان اننا ننزلوا فيهم حتى الديكورات والكتوبة وغيرهم. ايكيا عاملة فيهم تخفيضات مهمة بزاف، وهما متوفرين باحجام والوان وموديلات مختلفة. كاينين اللي الشكل ديالهم صغير وثمنهم كيبدا ب 129 درهم، وفيهم عدة ألوان. كاين اللي لونها كله أبيض أو أسود أو بني، وكاين اللي داخل فيهم زوج الألوان، وكيجي الشكل ديالهم زوين بزاف ومختلف. وكاين حتى اللي كبار وهما ديما بالتيفي، وفي نفس الوقت كيليقوا أننا نرتبوا فيهم الديكورات والكتوبة كيف ما سبق لي ذكرت، أو حتى المعينات اللي نادرا ما كنستعملوهم. علاش لا ما نستغلوهمش ونديرهم كوم دي زارتيكل دو ديكوراسيون؟ كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف وراقي. وبالنسبة للثمن فهو كيختلف على حسب حجم كل خزانة أو طاولة، ويقدر يوصل حتى 6152 درهم. صافي، هذا ما كان، غنخليكم دابا تشاهدوا تتمة الفيديو وتكتشفوا معايا كل الموديلات اللي عندهم وتعرفوا على الأثمنة ديال كل واحد منهم. ما تنساوش إلى عجبتكم الفيديو تضغطوا على لايك وتفرطاجيوها مع أصدقائكم وأقاربكم باش حتى هما يتعرفوا على القناة وتكبر العائلة ديالنا. وبالنسبة للناس لأول مرة يشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. فرجة ممتعة.